لكم البنات. شوفوا هنايا جيت للروطانة، جيت نشوف شنو كاين. كيما كتشوفوا البنات الجاكيت داكشي زوين. لي روب كما كتشوفوا البنات الدنيا خاويه، ماشي زعما عامره. المهم البنات شوفوا الدنيا خاويه، الناس باقيين دايرين الحضر ومنظمين. شوفوا هابطه نقضي واحد الغرض، وقلت علاش لا ما نصورش ليكم. فالبنات الدنيا خاوية 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 والشميشة من بلاتي بلاتي ندور. كوكو البنات كديرين، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان هانيين. المهم البنات خارجة نقضي واحد الغرض، شوف الشمس هلكتني وتلاقيت مع واحد الناس غزالات، هدى وحفصة. عرفتي ما نقولش لكم ظريفات ظريفات ظريفات، ربي يخليك فنات. وهادشي اللي كاين، المهم نكمل غراضي وانا معاكم. كيف ما كتشوفوا البنات الدنيا خاويه، غير انا غير انا. البنات شوفوا هنايا كانت الدنيا عامره بالبيع والشراء. عجبتني هذه الفكره اللي داروا، حيدوا البيع والشرايه. شوفوا داروا هنا المحيبقات، شوفوا عجبني المحابق رصحاباتي عاد تعرف عليهم، طلعوا بنات الناس ظريفات. شوفوا عجبني هذا الشيء، ربي يخليك اختي. صراحة عجبني هذا الشيء اللي داروا، هادشي نصور دابا بالقصبة. عجبني عجبني نلقاك، عجبني انا هاكا.
شفتوا هذا الجامع الابيض؟ شوفوا البنات هذا راه حي بقات صراحه ساكنات القصبه حي القصبه داروا هذا الشيء زوين عجبني كون يبقاو دائما هكا صراحه الله شوف عجبني عجبني هذا الشيء النهيضه يلا حفصوا كيف مول فين كتلقاو الدنيا هنايا دابا خاويه كلشي كيصلح زنقة الشواية اللي هي معروفة بزنقة الشواية دابا كلشي كيصلح وعجبني هنا داروا الكراسة هنا داروا الكراسة البنات شوفوا زوينة هاد الكليسة اللي داروا هنايا هكا بالنسبة للناس ديال الحي زوينة كانت هنا عامرة بالخضارة وهداك الشي ولكن عجبني الحال منين خواو الدنيا عجبني الحال شفتو الدراري ديال حي القصبة كانوا صوبوا هادي جات زوينة 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 قادو هنا الدنيا كانت هنا عامرة شفتو جات زوينة شوفو صراحة صرعو هاد يعني الشباب ديال هاد الحي هذا صرعو هاد الشي اللي دارو بلاتي شفتو صراحة جات زوينة تبارك الله عليهم الله يعطيهم الصحة كنحمق على شي حاجة سميتها القصبة حيت ملي كنت صغيرة كنت ساكنة هنايا وقريت هنا في القصبة قريت في واحد الروض سميتو الفتح ومن بعد قريت في الأميرة ديك الساعة طلعنا للعالية والله إلا صرعو هادشي اللي دارو هنايا شوفوا الأرض كنقية من الصر تبقى هكا دائما يعني واخا ما يبقاش الحجر الصحي من الصر هادشي يبقى صرعوها صراحة الله عجبني الحال هذا كان آخر فيديو قبل ما يرفعوا الحجر الصحي المهم شكرا لكم على التتبع ديالكم حبيباتي غزالاتي